معانا الحاج يحيى، اتفضل يا حاج يحيى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا حاج يحيى، حضرتك منين؟ ربنا يبارك فيك. كوم حمد الحيره. اهلا وسهلا، اتفضل. قرية كوم شريف. اهلا بيك، اتفضل. يا فندم، انت من كام يوم، من كام يوم حضرتك كنت جايب الاخ اللي بيتكلم عن السماد؟ انا متابع الحلبة. هو ممكن تكمل عايز تقول ايه؟ اتفضل. الحصه الصيفي لم تصلنا لغايه الان، باقي الحصه الصيفي يا فندم. الموسم الصيفي قفل دلوقتي، انتوا يعني ايه الحصه؟ ما هو انتهى، هم كلوه. اه. يعني في بدايه شهر 10 هو خلاص انتهى. ممكن بس بالراحه عشان افهم منك ايه الموضوع، عشان برضه حتى لو الموسم انتهى احنا مش عايزين الموضوع ده يتكرر تاني. انت عندك حيازه قد ايه؟ الموسم فدانين و8. فدانين و8. اه. تمام؟ رحت عشان تصرف، انت تبع جمعيه ايه؟ كوم شريف. كوم شريف. أيوة. رحت الجمعيه تصرف، قالوا لك ايه؟ ما فيش يا فندم. وهو فعلا ما كانش فيه ساعتها في الجمعيه؟ ما كانش فيه يا فندم، من شهرين ونص ما فيش. اه. وحاولت نكلم حضرتك يوم الاخ لما كان معاك، ما عرفتش. الاخ اللي عمال بيتكلم كلام هو مش عارف اصلا. لا بس بالراحه، البيت قاعد في مكتبه في التكييف. يا ريس لا لا لا، بص يا حاج يحيى، ما ينفعش تقول لي اصل احنا بننزل وبنصور الكلام ده، ولما كان في حد بيكلمنا من البحيره او من الشرقيه عنده ازمه. والله حاولت يا عم. طيب انت ما وصلت، ما رحتش لوكيل وزاره الزراعه؟ ما رحتش للاداره الزراعيه؟ ما اتواصل معاك يا حاج. لا سيبك مني انا، انت ليه ما رحتش لوكيل وزاره الزراعه؟ ده من حقك، لان في جمعيات اه فعلا ما بيوصلهاش الكميه كامله. احنا في الحاله دي بنتكلم مدير التعاون الدكتور المهندس عز العرب، كان معايا تليفون. واثق من كلامه، واثق من كلامه، بيقول نتحدى. ايوه انا اتحدى، انا كمان معاه اقول لك لسبب، لان في انت عندك الجمعيه في كوم حماده ما فيهاش سمات. كنا بنكلم المهندس عز العرب او نكلم السيد وكيل الوزاره يشوف في جمعيه فيها فائض اسمده، يروح محول او محول منها ارصده عندكم في الجمعيه تصرفه. ما نعرفوش احنا قصه. انت هتروح الجمعيه وتقول له ويقول لك ما فيش، ما هو الغلط على مدير الجمعيه اللي قاعد، وده ما ينفعش يتكرر في الموسم الشتوي. ده احنا بنقول لك احنا عندنا ارصده من دلوقتي او على نهايه شهر 10 للموسم الشتوي تكفينا للاخر. في ازمه في الصرف بقى او مشكله مع جمعيه، لا نشوف الناس دي شغاله ازاي. لان انت هتروح تقول يقول لك ما فيش وهو قاعد ما بيتحركش، لا هو بلغ التعاون ولا بلغ مديريه الزراعه ولا اتحرك، وانت اللي في النص مظلوم. والله كل الجماعه بتاع الدوره اللي بيتكلموا عليه ويقول لك محصول استراتيجي شارينه على حسابنا من بره. مش انت حيازتك ما فيهاش مشكله يا حاج؟ لا ما فيهاش مشكله؟ لا ما فيهاش مشكله. طيب ايه المشكله؟ ما انت مع بدايه الموسم الشتوي يا حاج بعد اذنك، خد رقم انا. نعم. وخد رقم الاستاذ احمد رئيس تحرير برنامج. لو ما عرفتش توصل لنا على الهواء كلمنا، لو عندك مشكله في الصرف كلمنا عشان نلحقك. تمام؟ ماشي يا فندم. وده لأي مشاهد بيشوفه. بشكرك يا حاج يحيى. يعني أي فلاحي لازم يتمسك بحقه. لأنه وبعدين إحنا اتكلمنا في نقطة الجمعيات الزراعية أكتر من مرة، وفي مديرين جمعيات كانوا بيزعلوا من كلامنا ده. ما تقعدش في مكانك تقول له لا ده أنا ما عنديش سماد، أصل السماد ما جاش. ما تبلغ إن أنت عندك عجز في الأرصدة. بلغ إن أنت عندك مشكلة في البرامج اللي ما جاتلكش أو ما تمش استكمالها. وكيل الوزارة يتحرك معاك ومدير التعاون الزراعي يتحرك معاك ويشوف فين في جمعيه من الجمعيات فيها فائض ارصده، نعمل تحويل ويبقى في توافر في الاسمده عندك في الجمعيه. يعني مدير الجمعيه اللي موجود ده زي ما احنا بنتكلم على ازاي نخدم الفلاح ودور التعاونيات، وان القانون النهارده بقى يعني في مساحه اكتر. اذا الناس دي ما اشتغلتش معانا ما فيش فايده من كل الكلام ده. اذا مديرين الجمعيات والمسؤولين والموظفين اللي موجودين داخل الجمعيات ما قاموش بدورهم، مين اللي هيخدم الفلاح؟ انت النهارده موجود في الجمعيه علشان خدمه المزارع. اتحرك مع الراجل ده، احنا خلاص الموسم الصيفي انتهى وبنستعد للموسم الشتوي ان شاء الله. يبقى من النهارده اللي عنده مشكله في الجمعيه او عنده ازمه في مخزن، في مشكله في عدم في طريق مقطوع عليه مش عارف يوصل الاسمده، لازم تكتب مذكره وتوصلها لاداره التعاون. كلمنا